بدأ كونسولتو كشفه مستعجل وما فيش عندنا شيء متأجل. مساء الخير مشاهدينا واهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وعلاجك على الهواء. النهارده مشاهدينا يوم السبت 18 يوليو 2020 و27 ذو القعده 1441. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، والعيد الكبير الاضحى المبارك على ابواب، ويا رب دايما كده نحس بالسعاده والصحه ان شاء الله. مشاهدينا طبعا احنا بنمر بمرحلة صعبة، وكوفيد 19 طبعا أثر علينا كلنا وعلى حياتنا النفسية، فبالتالي احنا في المرحلة التدريجية، فإن شاء الله يعني نعدي على خير بإذن الله، ويكون في مصل أو لقاح بإذن الله لكوفيد 19. طبعا النهاردة مشاهدينا فقرتنا جميلة جدا، معانا الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد، أستاذ الغدد الصماء والسكر بجامعة عين شمس. علاجك على الهواء هو برنامج هنتكلم فيه معاكو عن أي استفسارات خاصة بيكم بالصحة، طبعا شيء مهم جدا جدا، والدكتور هيجاوبكم على كل أسئلتكم. وطبعا دلوقتي الأرقام موجودة على الشاشة وتابعونا معاكم. تعالوا نرحب بالأستاذ الدكتور محمد سعد حامد. اهلا بحضرتك يا دكتور. ازاي حضرتك؟ والحقيقه احنا كمان تعدينا مرحله الاتصالات العاديه اللي فيها يعني تعليمات او فيها معلومات او فيها بعض النصائح، تخطيناها الى درجه ان احنا بنحاول من عن طريق التليفون ان احنا نصل الى التشخيص، ومن التشخيص بنحاول ندي علاج فعال، يعني نصف الدواء مباشره، فما على المريض ان هو يعني يطلب الدواء بتاعه من الصيدلية او يجيله بقدر الامكان. طبعا ده بتبقى نسبة النجاح ان احنا نقدر نوصف العلاج مباشرة من الاتصال التليفوني حوالي 60-70%. يتبقى بعض الحالات تتجاوز مثلا حوالي 20-25%، بنحتاج بعض الفحوصات ايضا بنطلبها عن طريق التليفون. ده شيء مهم وبيعملوها جدا. وبيتصلوا بينا تاني لان هم عارفين موعد البرنامج. النهارده كان يعني المفروض كده، بس خلاص الساعه 8، فعشان كده الوقت يمكن متغير شويه، بس طبعا متابعينا يا دكتور. طبعا يوم الخميس بيبقى عندنا ميعادنا الساعه 6، فبيخلصوا التحاليل وبيتصلوا بينا تاني. هو احنا بتواجهنا برضو الحقيقه يعني ايضا بعض المشاكل، ان عدد الاتصالات ما بيزيد بيحصل نوع من وقوع السيستم. يعني التليفونات بتبقى كتير بيطلبوا الارقام اللي هم رقمين عندنا، فبالتالي بيحصل نوع من كلهم يجي لهم مشغول في وقت واحد. بس طبعا احنا بنحاول برضو طبعا احنا وبنعمل دوت. يعني ما بنحاولش نتكلم كتير، بنحاول ان احنا نعالج الناس على حسب الاتصالات. ايضا احيانا بس يا دكتور محمد هنا سوري، التشخيص يعني بيبقى مهم جدا جدا، تشخص الحاله على طول هنعرف الحاله المرضيه اللي عنده ايه. التشخيص بالتليفون طبعا في ناس بتحاول ان هي تقول بس ما بتعرفش قوي، يعني حضرتك في النقطه دي بقى دي بتبقى على حسب شخصيه الطبيب. يعني هو الطبيب وهو من خلال الحوار نفسه بيعرف المستوى الثقافي بتاع المريض، هذا واحد. المستوى التعليمي ايضا، طريقه عرض الشكوى بتاعته، طريقه ممكن احيانا يكون بعض تعليمه ضد ان احنا نعرف نشخص، فبيكون هو يحب ان هو يستزيد في نقطه معينه، او ان هو بيعرض المشكله بطريقه معينه قد تكون مغالاه فيه، هناك درجه مشكلة من المغالاه فيها، او احيانا درجه من التقليل من حجم المشكله، خوفا من ان هو يشخص بطريقه يعني او بمرض هو حطه في دماغه ان هيكون فيه خطوره كبيره. احنا عاده بنركز اساسا في الاول وفي الاخر، او يعني في معظم الحالات بكون غدد صماء وسكر، يعني فاحنا بنطلب من المتصل نمره واحد ان هو ما يحاولش التليفون، يستعمل التليفون ما يستعملش التلفزيون، بيقول اسمه وسنه وطوله ووزنه، وبيقول الشكوى، ولو كان سكر بيقول تحليلات السكر بتاعته الحديثة، الصايم أو بعد الأكل بساعتين أو التراكمي،
أيضا بيقول كمان لو كان وزنه قل في الفترة الأخيرة أو زاد أو ثابت، لو انسى في اي حاجه كده. فاحنا يعني بنحاول ان شاء الله، وبيجي لنا عدد كبير جدا من الاتصالات طبعا كل حلقه، والناس متابعه معانا بفضل الله من طبعاً عدد شهور يا دكتور. يعني وحضرتك طبعا قيمه كبيره طبعا، ومعلوماتك قيمه جدا وبنحترمها جدا فعلا وبتفيدنا. والتشخيص برضو شيء مهم جدا جدا، فطبعا لا احنا مش احنا حضرتك احنا الفكره بس حضرتك بعد ما تقسم على قطاعك. طيب حاضر، خد الاتصال وهتكلم ماما من ساعه بالاتصال. مصطفى الو. الو مساء الخير يا فندم. اهلا، بسلم عليك وبسلم على الدكتور حامد يا فندم. اهلا اهلا، اسم حضرتك؟ ام مصطفى من السويس. ام مصطفى، اهلا بحضرتك حبيبتي. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم دكتور حامد. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، مرحبا. كنت عايز اقول لحضرتك سؤال بخصوص بنتي. حضرتك عندها 30 سنه، وفي الفترة الأخيرة كده اللي هي بتاع كام شهر كده حضرتك حاسة بطقطقة في جسمها، في رجليها وفي إيديها جامد، في كوعها وفي ركبتها جامد جامد كده. وعملنا لها بعض التحليلات وكده، فالدكتور بعد يعني بعد إذنك كتب لها على ديبارول إس وعلى كوليسترول وعلى جابنزين. بس هي في قرص من الثلاثة دول يا دكتور حامد بتحس بيه بدوخه قوي، يعني بيهمس جسمها. اللي هو الجابتن، مش عارفه اللي هو الكوليسترول. لا هو الجابتن. اي فندم تقريبا. ايوه فندم الجابتن ده حضرتك يعني انا ما حبذوش. هي وزنها قد ايه؟ هي لا هي وزنها تقل في الفتره الاخيره. كام؟ يعني بتاع 85 كده. وطولها؟ وطولها 175. 105 وكام؟ 70. و70. لا هي مش تخينه قوي، بس سنها 30 سنه والركب والبتاع، وتقولي المفاصل بتطقطق وكده. ده بدري قوي. دي حضرتك انت مامتها صح؟ ايوه يا فندم. انت العيله فيها الموضوع ده؟ لا انا حضرتك انا جالي الموضوع ده، انا عندي 54 سنه، بس جالي الموضوع ده متاخر يعني بعد البيريت ما اتقطعت كده. انا حكيت الموضوع ده يعني من سنه كده بس. يعني هي بس جالها مبكر شويه. هي جالها 30، انا الموضوع ده انا حسيته من متاخر. لا بصي، انا ارى ان هي تاخد اولا حاجه مسكنه لمده اسبوعين ثلاثه على ما تعمل تمارين رياضيه، لان الموضوع ده هيطول عليها. تاخد حاجه حبوب اسمها جلوكوزامين، حبايه بالاكل 3 مرات في اليوم. واخد بال حضرتك؟ الجلوكوزامين في نوع مصري رخيص، وفي انواع اجنبيه غاليه جدا 10 اضعاف المصري. جيب المصري ربنا هيكرمك ان شاء الله. الجلوكوزامين. حضرتك يا دكتور كنت اقول لحضرتك، هي ظهرت عندها في كعب رجلها حاجه اسمها الشوكه العظميه دكتور حامد. ما هي الشوكه العظميه لها دي مشكله الحقيقه، لان الشوكه العظميه حتى لو اتشالت جراحيا بترجع، فساعات بنحقن فيها كورتيزون موضعي. واخد بال حضرتك؟ ساعات تجيب او بنركب. ما تتكلميش وانا بتكلم لو سمحت. احيانا الشوكه العظميه حضرتك بيتعمل نوع من الجزمه تحت الكعب بتاعها، يتحط حاجه زي السيليكون خفيف كده يبقى ناعم تحت الرجل، فما يعملش الالم. ولكن هي يعني غبيه شويه الشوكه العظميه. يعني هناخد حضرتك جلوكوزامين حبوب حبايه بالاكل 3 مرات في اليوم، هناخد حاجه زي الدفء ده، اللهم صل على رسول الله. مثلا حضرتك طيب يا دكتور. لا هتيجي هي تقفل وتسمع لا من معايا. طيب يا ام مصطفى شكرا، وتابعينا على الشاشه. هتاخد كتافلام 50 مللي جرام، ده بقيه العلاج بس احنا لازم ندي العلاج يا استاذ اصبري عليا. الكتافلام حبايه بعد الغداء كل يوم لمده 15 يوم برضو. وهناخد يوروسولفين فوار 3 مرات في اليوم بعد الاكل، معلقه على كوبايه ميه. ده 15 يوم وبعدين نشوف ان شاء الله الوضع ايه. طيب معانا الف سلامه. طبعا معانا الاستاذ محمود، اهلا بحضرتك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الاستاذ الدكتور مع حضرتك، دكتور حامد مع حضرتك. والله البرنامج بتاعكم ده بصراحه يعني حاجه احنا بنستفيد منكم، وربنا يبارك فيكم يا رب. اشكرك. بس اسمحك يا دكتور بس في حاجه كده. طب ممكن تعلي صوتك شويه بس؟ بس اسمحك. الو. ايوه سامعين حضرتك اتفضل. عارف ساعتك يا دكتور الحاجات اللي بتطلع في الرقبه كده، حاجات صغيره كده زي اللحميه كده، زي زوائد جلديه. دي حضرتك طالع لي واحده في ظهري من ورا. فالمهم انا رحت شلت الحاجه دي، شلتها، وبعد ما شلتها
بحوالي اسبوع كتفي ربنا يعلم ما بعرفش ارفع ذراعي لفوق. لا بس سعادتك يا ريت تبعد في حته عن التليفون، اصل احنا سامعينك بالعافيه والله. المشاهدين سامعينك برضه. بقول بعد كده كتفه تعبه جدا بعد ما شال ال ما انا لسه هشوف حجمها قد ايه واشتريت ازاي وكل التاريخ وقع. طيب تابعنا يا استاذ محمود، تابعنا تاني والدكتور هيجاوب على حضرتك. امد الله، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. الله يبارك فيك وفيه يا رب. الله يخليك. الدكتور ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ اتفضلي مع حضرتك. ايوه يا دكتور. نعم اتفضلي. انا عندي سكر بقاله 40 سنه. نعم بقاله 40 سنه. نعم دلوقتي رجلي ركبي طبعا بتوجعني ووشي رجلي بيورم. لا استنى هسالك اسئله بسيطه لو سمحت. سنك كم سنه؟ نعم سنك ايه؟ السن 75. الوزن؟ الوزن 85. الطول؟ لا الطول ما اعرفوش. طيب حضرتك يعني لا طويلة ولا قصيرة. طيب حاضر بعد اذنك السؤال كلمة واحدة. أيوة. السكر الصايم كام؟ الصايم مش بقيسه. خلاص الكلمة خلصت. بعد الاكل بساعتين مش بقيسه. طيب انا صايمة يا دكتور، ببقى صايمة على طول. بصوم يعني. طيب اوكي. حضرتك بقى في ايه الشكوى؟ وش رجلي بيورم وارم. طيب وش وارم. حضرتك معلش خلاص خلصت خلصت. وش حضرتك بيورم؟ ايوه وارم جامد يعني. الوش ولا وش رجلك؟ وش رجلي الاثنين. الاثنين. وش حضرتك وجهك بيورم؟ لا. ولا وانت قايمه من النوم يبقى منفخ كده العينين؟ لا, لا, لا هي بطن اللي كبيره بس كبيره قوي. بطنك؟ انا يعني باخد حقن الانسولين في قلب بطني. حاضر. انت وزنك اخر ست شهور زاد ولا ثابت ولا قل؟ لا يعني بين ال 85 وبين ال 84 او 82. يبقى وزنك ثابت. ايوه. الورم بتاع رجليكي بالنهار اكتر الصبح ولا بالليل؟ كبير ضخم وش رجلي تقيل يعني. انا ده مش الاجابه. حضرتك ورم رجليكي اللي انت بتقولي عليه بيتغير ولا ثابت ليل ونهار؟ ثابت ثابت يا دكتور. ثابت. طيب هل هو وش الرجل فقط من فوق ولا كمان الكعب والسمانه؟ لا الكعب ما بقدرش ادوس عليه قوي. السمانه برضو ورمه؟ ايوه وش يعني قصبت رجلي ورمه كمان. ايوه قولي كده. يبقى حضرتك الساق كله من تحت المفصل الركبه وهو كله مورم، مظبوط كلامي؟ ايوه انا كنت كشفت قبل كده والدكتور عمل لي قال لي اعملي كشف اوعيه دمويه على الورك اليمين كده او الرجل اليمين فما كانش في حاجه. لا بص يا ست اسمعيني اسمعيني اسمعيني. السكر التراكمي 6. ايه؟ السكر التراكمي 6. اخر مره عاملاه امتى؟ قريب يعني من شهور كده. طيب احنا عايزين دلوقتي حضرتك ادام رجليك الاثنين عاده بتكون العيب مش في الشرايين والاورده، احنا بنخاف لا يكون في زلال ناتج عن السكر اللي كان في الدم اللي بقاله 40 سنه. فحضرتك هتروحي تعملي تحليل بثلاث تعريفه كده اي كلام بنشوف نسبه الزلال في البول عشوائي خالص كده. تروحي ولو قلت لهم اعملوا لي الزلال المختفي في البول يبقى افضل، ويستحسن تاخدي عينه من الصبح اول ما تقومي من النوم وتروحي المعمل هيحللها لك في دقيقه وانت واقفه. اوكي وان شاء الله يوم الخميس احنا ميعادنا الساعه 6 ترد علينا. دي واحد. اتنين تعملي لي سكر صايم وبعد الاكل بساعتين يوم الخميس هتعمل السكر الصايم الصبح وبعدين تاخد العلاج وتفطري وبعدها بساعتين تعملي التحليل ده وتكلميني. الاثنين دول بس. وانت بتقولي كنت قاع العين لو تعمليه تاني يبقى كويس. كتر خيرك وان شاء الله يديك العلاج المره الجايه. الف سلامه يا رب يشفيها طبعا. يشفينا كلنا. معانا الاستاذ احمد، اهلا بحضرتك. الو. طب تابعنا تاني يا استاذ احمد. طبعا يا دكتور يعني حضرتك ربنا يديك الصحة يعني قد ايه فعلا معلومات قيمة وجميلة، وفعلا بنحاول ان احنا نسهل الموضوع على مشاهدينا بالاتصالات فعلا لان في ناس كتيرة ما يعني. لا اصلية برضه عاوزين بس عشان نبقى حاضرين نبقى متفقين يا استاذ شيرين. الجماعة بتوع الاعشاب وجماعة مدعي الطب او اللي بياخدوا الطب واحد بيعرف يقرا انجليزي فبيخش جوه المراجع العلميه ويقعد يقرا ويدهس، مش هو الطب كده. الطب صنعه وصنعه يعني صناعيه يعني على فكره مش عيب يعني بروفيشنال. طبعا بروفيشنال صناعي. فاحنا بنشخص، مش هتقولي رجلي بتورم يبقى خلاص خدي حاجه للرجل. بل قاعد مكاني ومكانك هقول لها خدي شيخ وزرنيق وحطي وانا عندي ببيع جوه
كياس، خد الكيس ده حطيه وحط في الكيس مثلا ميه ساقعه ولا حاجه. ما دي مشكله بنواجهها. لا احنا بنشخص يا فندم. طبعا احنا بنشغل طب طبعا طب علاج. طب فعلا. لو عند حضرتك حد عشان حد الاستاذ عزت. طبعا الاستاذ عزت من دمياط، اهلا بحضرتك، اتفضل. ممكن معاكم الدكتور حامد مع حضرتك. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا. اتعرف باسم حضرتك؟ انا ام عزت. ام عزت. ام انت قايلها دلوقتي. انا فاكره عزت. ام اهلا بحضرتك. اهلا ام عزت. اتفضلي يا حبيبي. انا عامله بتقصار الثدي في الجهاز الشمال. شفاك الله وعافاكي. الف سلامه. تعيش يا دكتور. وكان دراعي بيورم. طبعا. وانا باخد نص حبايه للضغط اي 240. اسمه ايه؟ ايزوبتين. ايزوبتين. ايزوبتين 240. انا عرفته بالجرعه. فانا لما باخد نص الحبايه دي قبل النوم دراعنا بيورم. فالورم اللي كان بيورم ده ما كنتش باخد نص حبايه، فليه علاقه بالقلب والضغط الورم؟ الورم الورم اللي حضرتك ده بعد شيل الثدي بيكون لو ورم لمفاوي. يعني ايه لمفاوي؟ الجسم حضرتك فيه نوعين من المحاليل جواه، او ثلاث انواع. محلول احنا كلنا عارفينه هو الدم. المحلول الثاني هو عباره عن ميه ما بين الانسجه اللي هي بتغذي الانسجه والخلايا بالاكسجين وتديها الجلوكوز وتديها السكر وكده. النوع الثالث اسمه الليمف. الليمف ده اللي هو بيشيل الدهون والحاجات من الخلايا. لما بيشيلوا الغدد الليمفاويه اللي تحت باط حضرتك الشمال وهم بيعملوا عمليه استئصال الثدي اتشالت. الغدد الليمفاويه دي يبقى كل الليمف او الماده الدهنيه اللي طالعه من الايدين بتبقى تضطرب. في بعض الاحيان بتشتغل بيبقى في الاول وبعد كده بتخف لوحدها بعد فتره طويله. انت عامله العمليه من امتى يا فندم؟ بقالي سنتين. طيب احنا الايزوبتين المفروض انت بتقولي لما بتاخديه بالليل بيبقى افضل، يعني نص حبايه 120 مللي جرام وده كويس. ايوه. الورم بقى دراعي ما بورمش لما باخد الضغط يا دكتور، ما ليه علاقه بالقلب بقى ولا ايه؟ لا يعني انت لما بتاخدي علاج الضغط الورم ما بيجيش صح؟ الورم ما بيجيش. طب وانت زعلانه من ايه؟ خايفه مثلا لا يكون القلب فيه حاجه. لا 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 لا، ايزوبتين ده حضرتك بينزل الضغط وله تاثير ايجابي على القلب ان شاء الله. ان شاء الله. والف يعني سلامه. الورم ماليش علاقه بالقلب، ماليش علاقه لا 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 لا، بتاع الدراع ده ورم موضعي لسبب شيل الغدد الليمفاويه، ولكن كميه الميه اللي في الجسم بتحدد برضو نسبه الورم اللي في الدراع. يعني لو انت كلت اكله فيها مثلا ملح كتير وشربت ميه كتير الورم هيزيد، لو قللتيها الملح الورم هيقل، لو رفعت دراعك لفوق الورم هيقل ان شاء الله. ألف سلام عليك يا أم عزة. طبعا. طيب مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم، تابعونا. العشاء ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم وعلاجك على الهواء، ومعانا الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد استاذ الغدد الصماء والسكر بجامعه عين شمس. معانا تليفون الاستاذه اميره. الو الو الاستاذه اميره. طيب تابعينا. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. انا ام مصطفى من الفيوم. اهلا يا ام مصطفى، اهلا بحضرتك، اتفضلي. دكتور حامد مع حضرتك. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. انا يا دكتور عندي السكر من 10 سنين او 12 سنه. وسنك؟ انا سني 48 سنه. وزن سيادتك؟ عندي سكر وضغط. طيب لحضرتك يا دكتور، انا رجليا بتنشط جامد ما بنامش منها. اوكي، الوزن سيادتك قد ايه يا فندم؟ انا حللت السكر اخر مره عشوائي بس من فتره يا دكتور كان 325. هو الصوت الزنه دي من عندنا ولا من عندها يا جماعه؟ من عندها يا دكتور. طب تبعدي في مكان بس شويه لان انا عارف الفيوم الاتصالات وحشه من هناك. الشبكه واقعه شويه عندهم. كده سامعانا حضرتك ولا الخط قطع؟ ايوه حضرتك سامعاك. ايوه كده كويس يا دكتور. طيب بارك الله فيكي. السكر بيطلع 300 يا فندم مش كده؟ ايوه السكر بيطلع عشوائي 300 370. وزن حضرتك قد ايه يا فندم؟
انا وزني يعني 68، انا كنت مليانه في الجسم بس خسيت جدا يا دكتور. طيب وزني بيبقى 46 68، معلش اول مره اتكلم في التلفزيون. ولا يهمك تتكلمي، خد راحتك خالص، انا مش هطول معاكي، براحتك خد راحتك، بس بس الزنه دي تنتهي يا ريت. حضرتك انا مش سامع الصوت كويس. طب انا اعمل ايه حضرتك؟ هو طب تكلمينا تاني يا ام مصطفى. لا لا خليها عشان تستفيد. طيب اتفضلي. هو انت بس قولي العلاج يا ست ام مصطفى عشان السكر بتاعك عالي قوي. السكر عالي والضغط يا دكتور عالي. العلاج ايه اللي بتاخديه؟ علاج السكر جيلانين. جليمت كم كم حبايه؟ العلاج اللي هو بتاع التامين الصحي يا دكتور، معلش اتفضل اتفضل. طب اسمعيني، السكر عالي ووزنك بيقل صح؟ السكر عالي والضغط مش مظبوط يا فندم. رد عليا، انا بقول حاجه وانت بتقولي حاجه تانية. السكر عالي ووزنك بيخس. ايوه يا دكتور معلش عشان طيب طيب يا ام مصطفى. طيب انا تابعينا تاني يا حبيبي. انا هرد. انا الف سلامه. تابعينا لا اصل مش هينفع تتابعني، ده لسه انا عاوز اسال. ما هي هتتصل تاني، مش هتلاقي الخطوط. لا ان شاء الله. فانا هجاوب، هحاول اقول. عندك حد طيب حضرتك عشان انا اميره معانا؟ طب خشي يا استاذه اميره. خشي يلا فكريني بيها لو سمحت. طبعا بس. حاضر كاتبه. اتفضلي استاذه اميره، اهلا بيك. ست اميره خطوطنا اخبارها يا رجاله النهارده. طب في ايه الاستاذه اميره؟ اهلا. الو. طيب يا دكتور نشوف ام مصطفى، عند كان وزنها 68 اخر حاجه وهي كانت قالت تظن هي بتبقى حاجه و70 مش كده؟ يعني هي خست مثلا 5 6 كيلو 7 كيلو. قالت 76 في الاول وبعد كده قالت خس. خس. الخسسان مع سكر عالي دي من العلامات الخطيره. ودي تعني ان العلاج ليس مؤثرا او ليس له قيمه خالص، بل بالعكس هيكون ضرره اكتر من نفعه. دي بتدي فرصه لينا شويه ان احنا ندي حقن، لان الحقن هيبقى لها شقين، واحد هتظبط السكر، اتنين هتزود الوزن. بينما لو كانوا انسان وزنه مليان وادنا له انسولين فوزنه هيزيد اكتر، فمن هنا هنخش في دايره مغلقه. فانا انصحها ان شاء الله انها تاخد حاجه اسمها ميكس تارد الى جانب العلاج اللي اي كلام اللي بتاخده ده. تاخد 25 وحده قبل الغداء كل يوم وتتصل بيها تاني وتكون محلله سكر. هي قالت ان هي بتاخد دواء الانسولين من التامين الصحي. هي قالت يبقى تقول لي اسمه ايه لازم. قالت حضرتك قلت مش متذكره، جلوتين او جلوتو او حاجه زي كده. لا ده الجليمت ده حبوب. حبوب. هي قالت حبوب وقالت انسولين كمان من التامين، ولا قالت جليمت بس؟ هي قالت اللي هي بتاخده من التامين جليمت بس متهيألي. هو جليمت ربما بتاخده من التامين. يبقى لازم نزود انسولين مع الجليمت. يعني لازم. وده مش علاج نهائي، ده احنا لسه قدامنا 6 شهور على ما نظبطها ان شاء الله. برضه هنا ما تروحش لدكاتره ولا حاجه. ان شاء الله. طبعا يا دكتور يعني بيستفيدوا كتير. معانا اتصال. الو. طيب لسه الخطوط فيها بتجمع. طيب يا دكتور طبعا قدامنا برضو حالات بنحاول ان احنا نشخصها اكتر ونوضحها لمشاهدينا، وهدف طبعا البرنامج ان هم بيتابعوا البرنامج والتشخيص على الهواء يعني. والادويه كمان على الهواء. معانا ام محمد من هنا، اهلا بحضرتك اتفضلي. ما احنا كل 10 اتصالات على ما بنعرف نجيب الاتصال، شويه من الاستوديو شويه من عندهم شويه من الخطوط. طب نعمل ايه بس؟ فان شاء الله خير. ام محمد معاك الدكتور حامد اتفضلي. لو سمحت يا دكتور. نعم. لو سمحت بس اكمل سؤال وما تقطعوش عليا عشان انا نجينا وما فيش اي دكتور غدد صماء سكر عندينا. احنا معاكي وبراحتك يا ام محمد. استني بس يا ست. بص يا ست كل، انت ان شاء الله بتقولي 6 كلمات بعد كده انا ليا نقط انا عايزها. ماشي يا دكتور. النقط احنا عاملين زي وكلاء النيابه، فهو حضرتك النقط اللي انا عايزها حضرتك دي ان انا هسالها ترد عليا بكلمه واحده. حضرتك هتسردي لي قصه طويله ممكن ما تفيدنيش في حاجه خالص. اتفضلي. ماشي. بص يا دكتور انا ظهر السكر معايا من اخر رمضان. الف سلامه. خلاص. فاول ما حللت ظهر معايا 200، هو لغايه اخر تحليل انا امبارح كنت صايمه الخميس اول امبارح، فالصبح حللت طلع معايا 84. بعد الفطار. كويس. بعد الفطار بساعتين حللت على الساعة 11 بالليل، حللت طلع 134. طيب كويس. انت حضرتك سنك كام سنة؟ أنا 40. طيب وزنك قد إيه يا فندم؟ 75 يا دكتور، بس أنا بحاول أعمل نظام مع نفسي. يعني أنت حاولت كنت قبل كده من رمضان كنت كام؟ 86. كنت لا كان؟ ما
يعني بعد الـ80 كده بشويه. خسيتي 5 كيلو يعني؟ طيب بتاخدي علاج ايه دلوقتي؟ انا كلمت حضرتك من اسبوعين فقلت لي خدي السيدوفاج. كنت بتاخدي ايه وانا زودت لك السيتوفاج ولا عملت ايه؟ لا كنت انا باخده 1 جرام بعد الغداء وبعد العشاء. طيب وانا قلت لك ايه؟ قلت لي لو بتتدرخ شويه كده خديه 500 بعد الغداء و1 جرام بعد العشاء. قبل، انا دايما بدي قبل بس مش مشكله. طيب ماشي يا دكتور. طيب انا شايف ان انت كده مظبوطه كويس. انا محلل اول امبارح بس يوم الخميس بعد الفطار كنت صايمه اليوم كله، مش صيام الصبح لغايه الصبح ده بالليل. فحللت صايمه يعني يوم الخميس كالسنه يعني. ايوه. فطلع معايا 84 وبعد الاكل على الساعه 11 بالليل حللت طلع 134. امشي كده لمده 6 شهور. برافو عليك، ممتاز. الف سلامه. معلش وانا عامله السكر التراكم ومن شهرين اول ما ظهر معايا طلع 6.2. وانا مالي بقى، خلاص احنا الولاد النهارده 6 شهور. خليك على نفس الوقت ده 6 شهور. الف سلامه. الف سلامه عليك يا ام محمد وتابعينا حبيبتي. الف سلامه. معانا اتصال تاني. الو، معانا اتصال. طيب برضو في ناس بتستفيد جدا يا دكتور محمد لان بيمشوا على العلاج فعلا، وحضرتك بتضيف حاجات ليهم لان طبعا التغذيه مهمه وترتيب الادويه شيء لا مهم. هو اصل لو في حد عنده احمد، بس احنا كمان خطوط يعني الحقيقه النهارده ربنا بقى يكون في عوننا. حرام الناس قاعده عماله تتصل. الاستاذ احمد من الاسكندريه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا الدكتور. اكلم الدكتور لو سمحتي. مع حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا كنت عايز السكر موجود عندي بقاله تقريبا من سنه ونص، انا سني 40 سنه ولسه جاي لي بقاله تقريبا بتاع سنه او سنه وكام شهر كده، وانا ما باخدش فيتامينات. علي صوت سيادتك شويه لو سمحت. بقول لحضرتك انا ما باخدش فيتامينات ولا لها لازمه خالص. وبرضك الدكتور اللي انا بتابع معاه قال لي مالهاش لازمه خالص. برافو عليك. بس انا بحس بهمدان في الجسم يا دكتور. سكرك الصايم كام يا فندم؟ الصايم تقريبا ما اخر مره عملته 120 او 130. واللي بعد الاكل بساعتين؟ واللي بعد الاكل بساعتين بيبقى 190 180 مش طيب. على طول يعني. اوكي، وزنك اخر 6 شهور زاد ولا قل؟ لا تقريبا ثابت، ممكن يزيد حاجه بسيطه. وزنك كام دلوقتي؟ دلوقتي 93. وطولك؟ 1.70 متر. خسلي 5 كيلو هتلاقي الدنيا بقت زي الفل. تمام. قلل الاكل شويه هتبقى زي الفل. طب مفيش حاجه للاعصاب يا دكتور خالص؟ ده كلام بتاع السجاجيد بقى وقاعدين على المساطر. الف سلامه. مع السلامه. الف سلامه عليك يا استاذ احمد. مع سلامه الله. طيب في حد معانا تاني؟ الو، الاستاذ احمد اهلا بحضرتك. الله يخليك يا فندم. انا عايز اتكلم مع الدكتور محمد. اتفضل دكتور حامد محمد. ماشي يا دكتور. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اتفضل يا حبيبي. حضرتك انا عندي 32 سنه بس بشتكي من القولون، بس هو القولون تعبني على طول. متجوز؟ انا متجوز ادري 8 سنين ومعايا 3 اولاد. في امساك؟ امساك جامد لغايه ما اثر على البواسير حضرتك. طيب انت حضرتك الامساك ده بقى له قد ايه؟ امساك ده له داخل على 5 6 اشهر او سنه، بس انا باخد له من النات برضه بتتعب. طيب ما انا معلش يعني، هو الامساك ده بقى له 6 شهور او سنه، قبل كده كنت طبيعي خالص 100%؟ كان طبيعي 100% يا دكتور. طيب خلي بالك ان ممكن يكون نفسك البواسير هي اللي عامله لك الامساك. طب هي البواسير مش من فتره طويله، البواسير من قريب برضه. عايز تقول ان الامساك بدا الاول وبعدين جت البواسير؟ ايوه. ما كانش فيه الام في منطقه الشرج قبل البواسير ما تنزل؟ لا ما كانش فيه خالص. لا يا دكتور. طيب يعني امساك يعني بتعمل كام مره في يعني في اليوم مره ولا في كل يومين مثلا؟ يا باشا هو امساك مع عسره، مع عسره هضم هو ممكن هو اللي بيسبب لي الامساك، لكن انا يعني الامساك دوت يعني كانت حاجه طريه حاجه برضه امساك. لا على فكره عسر الهضم ما يعملش امساك، ده يعمل اسهال. ما علينا. لا مش عامل لي مش عامل. طيب خلينا في العلاج بقى. احنا خلينا في العلاج، انت المهم يبقى لك سنه صح؟ ايوه. لان لو فتره وجيزه لنا فحوصات تانية بنعملها.
نمره واحد لازم تروح لحد جراح يشوف البواسير. نمره اتنين هتاخد دواء اسمه دوفلاك، ده شراب دوفلاك او لاكتيولوز، اصعب منه الاسمين، اصعب من بعض. سجل الحلقه دي الساعه 1 بالليل، يبقى اتفرج عليها تاني وتبقى مجهز نفسك تكتب. اسمع بس، دوفلاك شراب معلقتين كبار قبل العشاء، وتاخد حضرتك نص كوبايه لبن بارد وممكن اتنين خياره تمضغهم نص مضغ لمده اسبوع، ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه. الحلقه بتتذاع الساعه 1 تقريبا 1:30. الناس واحنا بنديها علاج هيقول لك تك تك تك، هنخلص الحلقه في علاج عشان ازبل واشرب ميتها والكلام ده. طيب تعالى نعمل ايه حضرتك، هم يبقوا قاعدين يتفرجوا على حاجه ثانيه وماسك الموبايل يسجل الحته اللي انا بقولها. طيب وبتتعاد الساعه 1؟ واحدة 1:30 تقريبا. استاذه اميره اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. من فضلك يا دكتور، عندي الام على طول في كفوف ايديا وفي الساقين من بعد الركب، بحس بسخونيه ونبح باستمرار، وبالذات لما ببقى صاحيه الصبح بالذات ايديا احس صوابعي مش قادره اطبقهم، والنبح بقى اشتغل يا دكتور في رجلي وفي ايدي طول النهار. سنك كام سنه يا فندم؟ 48. وزنك يا فندم؟ 80. الدوره قطعت مش كده؟ لا لا منتظمه. طيب وطول سيادتك؟ 156. في امكانيه نقل 7 8 كيلو؟ 7 8 0؟ لا نقل وزننا، نخسر وزن. فعلا هو الدكتور قال لي انت عندك وزن زياده فعلا. طيب اللي عند حضرتك ده احنا بس نعمل يوريك اسيد وسرعه ترسيب. سرعه الترسيب طلعت عاليه فعلا يا دكتور، انما اليوريك اسيد كان كويس. كام سرعه الترسيب؟ هي ارقام في الستينات كده يعني، حاجه و60 بس مش فاكره كام. طيب هنعيدها تاني مع صورة الدم، وهتعملي حاجه اسمها روماتويد فاكتور ار اف. عملت يا دكتور وطلع ما عنديش اي حاجه، لا روماتيز ولا روماتيزم، عملت كل التحاليل دي، هو سرعه الترسيب. لا اصل بتلبشت ايديك الصبحيه دي بتخوف يعني. ايديكي بتكلبش كده، تقعدي مثلا دقيقتين ثلاثه على ما تفك، ولا يعني لعب عيال كده؟ لا زي حضرتك ما قلت دقيقتين ثلاثة على ما تفك. لا دي لازم نعملها بعين الاعتبار، فاحنا لازم نشوف الاجسام المناعية، حاجة اسمها ايه ان ايه نعملها كمان. ايه ان ايه انتو نيوكلا انتي بوديز، انتو مايكروسومال انتي بوديز، حاجات كده ممكن تسجليها وتروحي للمعمل وقولوا له اعمل لي الحاجات بتاعة الروماتويد والحاجات بتاعة الاس ال اي وبتاعة سكلوروديرميا، سجلي دي وروحي للراجل المعمل وهيفهم. الف سلامة. الف سلامة عليكي يا حبيبتي. مين معانا في تليفون؟ الو الو، الاستاذ احمد من بني سويف، اهلا بحضرتك. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا انا كان من الدكتور بعد اذنك. دكتور مع حضرتك، اتفضل معاك يا فندم. لو سمحت يا دكتور، في الم في اسفل البطن كده بقاله 3 ايام مع دخول الحمام عامل زول باستمرار. ده سيادتك لسيادتك سن حضرتك كام؟ 31. بتخش الحمام كم مره في اليوم؟ يعني حمام مثلا ممكن 6 7 مرات. ميه يا فندم مش كده؟ ميه. طيب دي بقاله 3 ايام بس. 3 ايام. بطل في المثانه كده يا دكتور. لا هو انت حط، انت قلت صح الاول، اسفل السره. لا مش اسفل السره، صح فوق يا فندم؟ فوق العانه، فوق منطقه عظمه العانه. تمام. اما تخش الحمام تجيب بول، الالم يروح؟ احيانا بيروح مستريح من زين. بس ده ملوش علاقه بالاسهال صح؟ ملوش علاقه بالايه؟ مش انت بتقول اسهال ولا انا فاهم غلط؟ لا لا مفيش اسهال يا دكتور. انت بتقول الحمام بتخش التواليت ميه 7 مرات. كميه البول كتيره ولا صغيره؟ شويه صغيره. لا عاديه طبيعيه. في حرقان في البول؟ لا مفيش حرقان. بقى لها 3 ايام فقط؟ اه. انت متجوز؟ ايوه يا دكتور. جت بعد العلاقه الحميمه مثلا مع زوجتك؟ نعم. جت بعد العلاقه مع مراتك؟ احيانا. طيب هناخد دواء اسمه كلاسيد 500 مللي جرام، حبايه الصبح حبايه بالليل، وهناخد حبايه هاي بيوتك 1000 مللي جرام، حبايه الصبح حبايه بالليل لمده 5 ايام، وممكن ناخد يوروسولفين كمان فواره 3 مرات في اليوم، هتبقى زي البوب. الف سلامه. الف سلامه عليك يا استاذ احمد. طبعا يا دكتور رنا في اتصالات تاني. طيب دقايق. طيب
طيب ماشي، حاول برضو تشوف اتصالات تاني معانا. يدور عليهم يعني، بيقول 3 دقايق عشان ام 3 دقايق حلوين يا دكتور ناخد منهم اتصال. ام عمر اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. السلام عليكم. اهلا يا ام عمر، مع حضرتك الدكتور، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. معاكي والله، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا يعني انا حسيت بالاحساس ده اليومين دول بس، يعني حاسه ان جسمي هنداني وكفوفه رجلي من قدام بتورم. يعني من فوق الرجل القدم من فوق يا فندم؟ لا 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 لا، مش رجلي، عند الصوابع فقط. ورم محمر ولا ورم عادي؟ لا ورم عادي. صوابعك بتألمك لما تضغط عليها كده؟ لا. بيتغير لونها؟ لا 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 عادي. سنك كام سنه يا فندم؟ 63. الوزن يا فندم قد ايه؟ 85 قصدي، معلش انا اول مره اتكلم في التليفون. اتكلمي خد راحتك، الجدع ده بتاع الاستوديو عمال دوشنا يقول لك هنخلص هنخلص. انت بتطلعني يا ابني ناقصين 10 دقايق. طيب بقول لحضرتك، بص حضرتك، هنعمل اليوريك اسيد ولا اقول لك خدي دواء عشان احنا مش فاضيين وانت فرح؟ هناخد حاجه اسمها حضرتك بروفين 400 مللي جرام حبايه بعد الغداء لمده اسبوع بس، ما تكرروش اكتر من كده، ولو فضل كلميني تاني. هو قطع عليها الخط. الف سلام عليك يا ام عمر. هي ان شاء الله لما تعيد الحلقه تسمع كلمه بروفين 400 مللي جرام حبايه واحده بعد الغداء لمده اسبوع، ان شاء الله الصوابع دي لو حاجه بسيطه بس ما يكونش عندها سكر، ما يكونش عندها ضغط. مش تحصل، لان ما لحقناش نتكلم معاها باستفاضه. السيره الذاتيه برضه خلاص، كنا عاوزين نقفل. طيب في اتصالات تاني ولا هيلمهم من على القهوه؟ شكرا، اشكرك طبعا يا دكتور محمد. المشكله الخطوط كمان بتاعتنا مش مجمعه قوي النهارده. النهارده مش يعني الدنيا كلها مش مظبوطه طبعا قوي. بس الحمد لله يعني في ناس معانا استفادوا. المهم يكونوا استفادوا. الحمد لله، معلوماتك جميله يا دكتور محمد طبعا. فبشكرك جدا جدا، وان شاء الله في حلقه ثانيه باذن الله. وطبعا يعني معلوماتك دايما بنحب نعرفها كده على طول. جزاك الله خير. اشكرك جدا يا دكتور محمد. مشاهدينا طبعا يا رب تكون الحلقه عجبتكم. بنشكر ضيفنا العزيز الدكتور محمد سعد حامد، الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد، أستاذ الغدد الصماء والسكر بجامعة عين شمس. أشكركم وإلى اللقاء. كنسلتو كشف مستعجل، وما فيش عندي